السلام عليكم خوتي، مرحبا بكم معنا في قناتكم قناة تيار دي زاد. اليوم راح نوصلوا الفيديو الثاني في الدورة التكوينية الخاصة بالبيوشيمي. في الفيديو اللي فات شفنا مقدمة تعريفية لمكونات الدم والوظائف نتاعو، واليوم راح ندخلوا بإذن الله القسم مهم بزاف في هذه الدورة اللي هو الهيموستاز هذا ولا الميكانيزم تاع تخثر الدم. ونشوفوا أول خطوة من خطوات الهيموستاز هنا اللي هي الفازو كونستريكشن. نشوفوا في هذا الرسم التوضيحي، هذا وعاء دموي ولا شعيرة دموية، هذه المكونات عبارة عن بلازما تسبح فيها كرية دم حمراء، كرية دم بيضاء وصفائح دموية. هذا الاتجاه تاع الدم تاعنا. الوعاء الدموي هذا متكون من عدة طبقات تاع الخلايا، راكم باين نشوفوا هذه الطبقات بالتفصيل. المراحل تاع الهيموستاز هذه راح نطلق عليها في الفيديوهات الجاية إن شاء الله. نبداو اليوم بإذن الله نشوفوا الفازو كونستريكشن اللي هو التقلصات العضلية بعد ما يصرى جرح في العرق هذاك تاع الدم ولا في الوعاء الدموي، شريان ولا وريد ولا عن طريق سكين ولا قطعة حادة. هنايا تتدخل هذا العروق ودير فازو كونستريكشن باش تمنع مرور الدم، لأنه الدم مهم بزاف لجسم الإنسان. الميكانيزم هذا تاع الفازو كونستريكشن راح يصرى بثلاث طرق. الطريق الأول اللي هو لوكال مايوجينيك، الطريق الثاني هو نيرفز ريفليكس، الطريق الثالث اللي هو لوكال هيومورال، وكاين خاصية ثانية اللي هي فازو دايليتيشن. هذه تصرى من بعد، هذه كشول طريق ثانوي بعد ما تصرى الفازو كونستريكشن تزيد تصرى الفازو دايليتيشن، وهم متعاكسين هذا الدو ميكانيزم هذا. قلنا الهيموستاز يصرى عن طريق ثلاث ولا أربع خطوات اللي هي الفازو كونستريكشن، هذه الخطوة الأولى. ومن بعد في الفيديو الثاني إن شاء الله راح نشوفوا البليتليت بلاك، هذه جرح هذاك ولا المكان تاع تمزق الأوعية الدموية، تجي الصفائح الدموية وتتموضع فوق المكان هذاك وتشكل لنا كي شغل سودادة بلاك، كونستوزير قرعة تاع زيت الزيتون تاع القزاز هذيك. والبوشون هذاك تاعها تاع الفلين، هذه كي البلاك يسميوها بلاك، بليتليت بلاك. راكم بعد نشوفوا الخطوات تاعها بالتفصيل. الفيديو الثالث ان شاء الله راح نطلقوا الكلوت فورميشن. هذا الكلوت فورميشن الهدف تاعه الرئيسي انه نزيدو نمتنو ولا نفيكسيو السودادة اللي تشكلت في البليتليت بلاك، لانه هذه السودادة هذيك تكون ضعيفة، وبالتالي نولي نديرو لها طبقة صلبة من خيوط الفيبرين. هنا تكون تشوف، مثلا نعطيه مثال واقعي، مثلا تكون تشوف الماسو كي يريد يبني، كي يحب يبني حيط مثلا ولا يبني مثلا ثقبة في حيط تهدمت، يا أخي أول حاجة يجيب طوب. الطوب هنا عبارة عن بليتلت، ومن بعد الطوب هذا كي يكون خضل يكون دز ويطيح، بالتالي لازمنا يحاول يلبسه بالسيمة هذيك، ومن بعد كي يشيح يولي يتفيكس على الحيط هذاك. ومن بعد هذا بعد ما يبرأ ولا يشفى هذا الجرح هذا اللي صرا في الوعاء الدموي، اكيد الجلطة هذيك لازم نتخلصوا منها، لانه كون تقعد الجلطة هذيك تولي تلملنا دهون، تولي تكبر وقادر حتى تهاجر بلايص اخرين، قادر تروح للشعيرات الدموية في الرئة وتبوشيهم، وبالتالي تبدأ تموت الرئة تاعك بشوية حتى تفقدها. قلنا هذه الخطوة الرابعة اللي هي الفايبرينو لايسيز. الفايبرينو لايسيز هذه هي تدمير الجلطة هذيك، شو نسيحوها نذوبوا الجلطة اللي تكونت بعد شفاء المكان هذاك تاع الجرح. هنا كتشوف فيها هناك شغل قنبلة في الرسم هذا. دوكا نروح نشوفو مقطع ولا رسم توضيحي الأوعية الدموية هذه من واش تتكون. هذا وعاء دموي،
هذا الوعاء الدموي هذا ولا الشعيرة الدموية متكونة من 3 طبقات. الطبقة الأولى يسميوها تونيكا انتيما، هذه الطبقة متكونة من خلايا يسميهم خلايا الأندوثيليوم، ومن بعد تجي فوقها طبقة أخرى يسميوها تونيكا ميديا، هذه تمتاز بوجود خلايا عضلية ملساء سموث ماسل، والطبقة الثالثة يسميوها تونيكا اكسترنا. هذا وعاء دموي بسيط. هنا هذه ظاهرة الفازو ديليتيشن، تصل عن طريق زوز مركبات كيميائية، تفرزها الأندوثيليوم، هذه تفرز لنا النيتريك أوكسيد والبروستاسايكلين I2. هذا زوز مركبات هذو يروحوا للخلايا تاع السموث ماسل هذه ويديروا الفازو ديليتيشن. هاك تشوفيها يعني. هذه هي الظاهرة تاع الفازو ديليتيشن. دوكا العكس، كي نحبوا نديروا فازو كونستريكشن كاين 3 ميكانيزم اللي هما لوكال مايوجينيك وكاين نيرفز ريفلكس وكاين لوكال هيومورال. هادو 3 طرق راح نشوفوهم في الفازو كونستريكشن هذا. نروحو نديرو رسم توضيحي ولا نكبرو الرسم هذا. هذا رسم توضيحي أكثر للشرايين، ولا نشوفو هنا الفرق بين الشرايين والأوردة، هذا الأرتري والليفان. هذو كما قلنا من قبل متكونين من 3 طبقات رئيسية. طبقة التونيكا انتيما متكونة من خلايا الأندوثيليوم بصفة رئيسية، راك تشوفيها هنا هذه. ومن بعد طبقة الميديا التونيكا ميديا متكونة من خلايا سموث ماسل، والطبقة الثالثة اللي هي التونيكا اكسترنا فيها ألياف الكولاجين. بصح الله سبحانه وتعالى زاد الشرايين هذا وزاد لهم ميزة أخرى، أنه زاد لهم 2 طبقات أخرين. طبقة بين الطبقة الأولى يسميوها internal elastic lamina، هذه موجودة بين التونيكا انتيما والتونيكا ميديا، هذه طبقة مطاطية. والطبقة الثانية حتى هي ذات طبيعة مطاطية يسميوها external elastic lamina، موجودة بين التونيكا ميديا والتونيكا اكسترنا. على واش ربي سبحانه دار هذه الطبقات المطاطية في الشرايين؟ لأنه الضغط هنا التدفق تاع الدم، الضغط تاعو مرتفع جدا، وبالتالي قادر يكون ما يكونش هذه الطبقات هذو يسمحوا بتمدد وتقلص الشرايين هذوك حسب الضغط، قادر ينفجر الشريان هذاك ويؤدي إلى كارثة. العكس، هذه الطبقات الزوز هذا ما كانش في الشرايين، في الأوردة عفوا، لأنه التدفق تاع الدم ولا الضغط في الأوردة يكون ضعيف مقارنة بالشرايين. هذا الشريان أرتري هذا من بعد يبدأ يصغر يسميه أرتريول، ومن بعد يرتبط مع الفينيول عن طريق الكابيلاري، هذه الشعيرة الدموية. في نفس الوقت كما الفين هذا يبدأ يصغر حتى هو يمدلنا لنا فينيول. شوف هذا الأوردة هذا والليفان هذا في عندهم واحد لي فالف هنايا، هذا لي فالف ما يسمحوش برجوع الدم، خاطر التدفق تاع الدم يصرع من الأعضاء ورايح للقلب. هذا الدم هذا غني بثاني أكسيد الكربون، وهز ثاني أكسيد الكربون هذا هزه من الأعضاء ورايح به للقلب، والقلب يعاود يضخ للرئة. أما الشرايين كون تشوفيها هنا الاتجاه تاعها راهي جاية من القلب، جاية من القلب ورايحة للأعضاء باش تغذيها، مشبعة بالأكسجين. هذا الفرق بين الشرايين والأوردة. وبالتالي هنا علاه يقولوا لك تصلب، علاه يقولوا ولا الخطر تاع تصلب الشرايين. التصلب هذا واش معناه؟ معناها أنه الدهون تدخل هنا الطبقة هذه اللي هي الإلاستيك، هذه 2 طبقات هذا تدخل لهم الدهون وتولي ما تخليهمش يصير لهم تقلص ولا تمدد،
شغل يباسوا الطبقات هذو، يولوا يفقدوا الميزة المطاطية تاعهم، وبالتالي الضغط هذاك قادر يصرى انفجار للشريان هذاك وتصرى كارثة هيموراجية عفوا. دوك نروحو نهزو الشعيرة الدموية هذه ولا وعاء دموي صغير، ونديرو فيه مقطع طولي ونشوفو من واش متكون. هذا المقطع الطولي في شعيرة دموية عفوا، قلنا متكونة من 3 طبقات رئيسية، تينيكا انتيما، هذه فيها خلايا رئيسية يسميها خلايا الأندوثيليوم، هذه وفيها ألياف الكولاجين تيب 3 وتيب 4، هذه بسبب صفة رئيسية. الطبقة الثانية يسميوها تينيكا ميديا، هذه غنية بالخلايا العضلية الملساء، راك تشوف فيها الحمراء هذه، وفيها حتى هي أنواع من الكولاجين ميكروفايبريل، فيها قدوش نهار، وفيها أعصاب ثاني. والطبقة الثالثة يسميوها تينيكا إكسترنا، هذه الطبقة هذه فيها واحد الحويصلات يسميهم فازا فازارام وكولاجين تيب 1. خلايا الأندوثيليوم هذو تفرزلنا كما قلنا من قبل جوج مواد رئيسية اللي يديروا الفازوديلاتيشن ويسمحوش بتقلص الأوعية الدموية هذيك. المادة الأولى يسميوها بروستاسايكلين اي 2، والمادة الثانية يسميوها نيتريك أوكسيد، وكاين ثاني بروتينات تبرز في سطح الخلايا تاع الأندوثيليوم هذه كيما الهيبارين سيلفيت، كاين هذا ثاني بروتين واحد آخر يسميوه ثرومبومونيولين. دوكا باش نشوفو كيفاش تخدم هاد المركبات الزوز كيميائية هادو البروستاسايكلين اي 2 ونيتريت اوكسيد، وكيفاش يديرو الفازو ديلاتيشن ولا كيفاش ما يخليوش الأوعية الدموية يصرالها فازو كونستريكشن. نشوفو لازم نشوفو قبل الميكانيزم تاع التقلص، كيفاش تيصر التقلص داخل الخلايا هذو العضلية هذه. نروحو نكبرو الرسم، نكبروا جزء صغير من وعاء دموي هنايا، هذا وعاء دموي كبرناه، خلايا الأندوثيليوم راك تشوف فيها هذه خلايا الأندوثيليوم. تفزلنا مركبات كيميائية النيتريك أوكسيد والبروستاسايكلين اي 2، هنايا ألياف الكولاجين، وهذا رسم توضيحي ولا مقطع في خلية عضلية ملساء سموث ماسل. في الحالة الطبيعية الوسط الكالسيوم في داخل خلايا داخل الخلايا يكون التركيز تاعو ضعيف مقارنة بالتركيز خارج الخلايا، وهذا التركيز هذا يكون أقل بحوالي 10,000 مرة. صافي التركيز تاع الكالسيوم خارج الخلية أكبر من تركيز الكالسيوم داخل الخلية 10,000 حتى 20,000 مرة، لأن وجود الكالسيوم داخل الخلية خطير جدا. لكم بعد نشوفوا كيفاش على واه الجسم يخلي الكالسيوم لبرا، ما يدخلوش لداخل الخلايا، وحتى إذا دخلوا داخل الخلايا ندايرلو سجن خاص به ويسجنوا في واحد الحويصلات يسميوهم ساركو بلازميك، هاد الحويصلات هادو داخل فيهم الكالسيوم. صافي الكالسيوم اللي الكمية القليلة هذيك اللي دخلت للخلية يزيد يخبيها الجسم تاعنا في هاد الحويصلات، ويخرج غير بالطرف، يخرج غير الكمية اللي يحتاجها هو. قلنا مادام التركيز تاع الكالسيوم في خارج الخلية أعلى من داخل الخلية، وبالتالي باش يدخل هذا الكالسيوم من داخل الخلية لازم قنوات، هذه القنوات عبارة عن بروتينات تخدم بالنقل الفعال. صافي لازمها ATP باش يدخل الكالسيوم هنايا. كي يدخل الكالسيوم واش يدير الكالسيوم؟ يا إما يدخل من برا ولا يتفرز الأكياس هذه اللي يسميوها ساركوبلاستيك، هذه تفرزنا الكالسيوم. الكالسيوم يروح يتحد مع واحد البروتين يسميوه كالموديولين، هذا يشكل كومبلكس، والكومبلكس هذا تاع الكالسيوم زائد الكالموديولين يروح ينشط لنا واحد الانزيم يسميوه
مايوزين لايف شان كيناز. هذا الام ال سي كا يكون في هذا غير نشيطة، والمعقد هذا ولا المركب هذا ينشطه. كي يتنشط هذا الام ال سي كا هذا وش يدير؟ يروح يحول الاي تي بي، يجبد منها فوسفور، يجبد منها بي فوسفور ويمد لنا اي تي بي. الفوسفور هذاك يروح ياكتيفي خيوط الميوزين لانها تكون في حال غير نشيطة. مكتوب فيها هنا هاد الرؤوس هذه، يلصق فيها الفوسفور تولي توقف في الرؤوس هذيك وتلتصق مع خيوط الاكتين كما تشوف فيها هنا. هنا قبل كان كما كانش ارتباط بين خيوط الميوزين والاكتين، بس عن طريق الفوسفور هذا نشطنا هذا الرؤوس هذا الموجودة على الميوزين والتصقت مع الاكتين، صافي يولي يصير التقلص العضلي بين خيوط الاكتين والميوزين. هذا الميكانيزم تاع التقلص العضلي في داخل السموث ماسل هذا. وكان الميكانيزم هذا في الحالة الطبيعية ما يصراش. علاه ما يصراش؟ لانه كما قلنا من قبل الجسم يفرز زوز مواد كيميائية، البروستاسايكلين والنيتريك اوكسيد. واش يديروا هذا الزوز هذا؟ النيتريك اوكسيد بعد ما تفرزوا الخلايا الاندوثيليوم هذه يروح ديريكت يدخل للسموث ماسل ويحول لنا الجي تي بي، يحولها الجي ام بي سيكليك. وبنفس الطريقة البروستاسايكلين هذا بالشكل المربع هذا يروح يرتبط بمستقبلات خاصة على خلايا السموث ماسل يسميوها او تي ا. الاو تي هذا كي يرتبط معها البروستاسايكلين تنشط، والنشاط نتاعها يؤدي الى تحويل الاي تي بي يحولها للاي ام بي سيكليك. دوكا زوز مركبات هذو الاي ام بي سيكليك والجي ام بي سيكليك واش يديروا؟ يروحوا حتى هما ينشطوا لنا انزيم واحد اخر يسميوه مايوزين لايف شان فوسفاتاز. هذا الام ال سي بي هذا يخدم عكس الام ال سي كا، صافي الميكانيزم تاعهم متضاد. واش يدير هذا الام ال سي بي هذا؟ يروح شغل يفرغ خيوط الميوزين على خيوط الاكتين، يروح يهز ناحية الفوسفات هذاك يخرجوا. شغل يدير له ايماها عن طريق جزيئتها، وتنفصل الجزيئات، تنفصل خيوط الاكتين على الميوزين. صافي هذا الميكانيزم هذا ما نحتاجوش، هذا ما يخدمش، يخدم غير الميكانيزم هذا. صافي هذا ديما راهو ماكتيفي وواجد، هذا الام ال سي بي هذا واجد لحدوث ان كتصرى تقلص عضلي يمنعه، هو ما يخليش يصرى التقلص العضلي هذاك. هذه في الحالة الطبيعية. دوكا نروحو نشوفو في الحالة الغير طبيعية اللي هي دمار في هذه المنطقة هذه، يصرى جرح هنايا ولا انقطاع في الوعاء الدموي هذاك. صافي هنا راهي حالة غير طبيعية، وباش ما يخرج الدم لازم الجسم يدخل عن طريق آليات متكاملة أو متعاونة مع بعضها باش يمنع هذا كما قلنا أول آلية ولا أول خاصية اللي هي الفاسو كونستريكشن. بصح قبل ما نشوفوا الآليات اللي يقوم بها الفازو كونستريكشن هذا ولا الطرق اللي تؤدي لهذا الفازو كونستريكشن، نشوفوا الساعة كيفاش يتخدم النيتريك اوكسيد وكيفاش يتخدم البروستاسايكلين عن طريق خلايا الاندوثيليوم. نبداو بالبروستاسايكلين هذا، نجيب واحد الرسم طباعي كما هذا. البروستاسايكلين هذا تصنع خلايا الاندوثيليوم هذه عن طريق الطريق هذا، تروح تحول لنا الفوسفوليبيد الموجود على أسطح ولا أغشية الخلايا الأندوثيليوم هذه، تحول الفوسفوليبيد إلى أسيد أراشيدونيك عن طريق أنزيم يسميه فوسفوليباز أي تو. هذا الأنزيم هذا قلنا يحول لنا الفوسفوليبيد يحول الأسيد أراشيدونيك، ومن بعد الأسيد أراشيدونيك هذا يتحول إلى أندو بيروكسايد سيكليك عن طريق أنزيم سيكليك أوكسيجيناز. ومن بعد الأندو بيروكسايد هذا سيكليك يتحول البروستاغلاندين هذا بي جي دي تو.
والبروستاغلاندين هذا عن طريق انزيم واحد اخر يسميه بروستا سايكلين سنتيتاز يتحول الى البروستا سايكلين. بروستا سايكلين اي 2 هذا. هذا البروستا سايكلين هذا كما شفنا من قبل يخي يروح ديركت يروح يدخل الخلايا تاع السموث ماسل ويرتبط عن طريق مستقبلات يسميها او تي ا، وهذه المستقبلات هذا تؤدي الى هذا الارتباط يؤدي الى تنشيطها، والنشاط نتاعها يؤدي الى تحويل الاي تي بي الى ام بي سيكليك. هذا الميكانيزم الاول. بصح في الخلايا تاع ولا الصفائح الدموية عندها نفس الميكانيزم، بصح الاختلاف فقط في الناتج النهائي. الصفائح تخدم لنا بنفس الميكانيزم، تخدم لنا مادة كيميائية أخرى يسميوها ثرومبوكسان أي تو. هذا الثرومبوكسان يخدم عكس البروستاسايكلين أي تو هذا، كشو الأنتاغونيزم تاعو. هنا كما قلنا على البروستاسايكلين هذا يروح يدير فازو ديليتيشن، وبالتالي الثرومبوكسان اي 2 يدير فازو كونستريكشن. لذلك ما وفي نفس الوقت ياكتيفي الصفائح الدمويه الاخرى، يدير شغل يدير اجريجيشن، يروح يعيط لها يقول لها روحي باش ندير رابطه مع بعضنا. وبالتالي الصناعه ولا الصناعه نتاعو تم داخل الصفائح الدمويه، ويقعد داخل الصفائح الدمويه ما يخرجش لبرا، لانه كون يخرج لبرا يولي يدير لنا الفازو كونستريكشن ويدير لنا الاجريجيشن اللي يروح يدير تجمع الصفائح الدمويه. هذه باش تعرفوها برك باللي هذا الثرومبوكسان اي 2 راهو يخدم عكس البروستاسايكلين. هذا كيفاش يتخدم البروستاسايكلين. دوكا نروحو نشوفو كيفاش يتخدم نيتريك اوكسيد، كيفاش الخلايا الاندوثيليوم تخدم لنا نيتريك اوكسيد هذا. بنفس الطريقة نجيب رسم توضيحي. هذا مقطع صغير في خلايا الاندوثيليوم وخلايا السموث ماسل اللي لاصقة بحذاها. هذه قلنا طبقة التونيكا انتيما وهذه الطبقة التونيكا ميديا. هنا يا هذا التدفق تاع الدم، هنا الفوق هنا هذا الدم، الجرعية تاع الدم في الاتجاه هذا. الدم يحتوي على ناقل عصبي يسميه أسيتيل كولين. الأسيتيل كولين هذاك يرتبط عن طريق بروتين خاص موجود على سطح خلايا الأندوثيليوم، الخلايا المبطنة الأوعية الدموية هذه يسميها الأندوثيليوم. الارتباط هذاك يشكل كومبلكس مما يؤدي إلى تنشيط القنوات تاع الساركوبلازميك. هذا قلنا الفجوات اللي ساجنة عندها الكالسيوم، اللي مخبيين فيها الكالسيوم. تنشيط تاع القنوات هذا كيخليها تسمح بخروج الكالسيوم، يولي يخرج الكالسيوم لبرا، وكي يخرج الكالسيوم لبرا يتحد مع الكالموديولين يدير لنا كومبلكس. الكومبلكس هذا واش يدير؟ يروح ياكتيفي لنا واحد البروتين يسميه نيتريك اوكسيد سنتاز. هذا البروتين هذا ولا الانزيم هذا يكون في حاله غير نشيطه، بصح كي يجي المعقد هذا يحوله الى حاله نشاط. هاك تشوف فيه هذه الثلاثه الشلطات الاحمر هذو دلاله على انه نشيط. والانزيم هذا النيتريك اوكسيد سنتاز النشيط هذا يروح عن طريق وجود الاكسجين زائد حمض امين يسميه الارجينين، يتحدوا مع بعضهم ويمدوا لنا النيتريك اوكسيد وماده اخرى يسميوها سيترولين. هذه هذه ما تهمناش، نحن نحتاج النيتريك اوكسيد. اوكي هذه الخلايا هذو كامل الخلايا السليمه تاع الاندوثيليوم هذه كامل تصنع لنا النيتريك اوكسيد. اوكي النيتريك اوكسيد هذا يروح الخلايا سموث ماسل، هذه يروح يدخل ديركت للخلايا هذه تاع السموث ماسل ويحول لنا واحد البروتين يسميوه جوانيليل سيكلاز، يكون في حاله غير نشاط. النيتريك اوكسيد ينشطو، وكي تنشط الجوانيليل سيكلاز هذا واش يدير؟ يروح يحول لنا جي تي بي، يحولها جي ام بي سيكليك. وكيما شفنا من قبل جي ام بي سيكليك هذا يروح يحول ينشط البروتين للمايوزين لايت شين فوسفاتاز، يكون في حالة غير نشاط هو ينشطو
والنشاط تاع الـ MLPC هذا يؤدي إلى انفصال خيوط الأكتين على خيوط الميوزين، وبالتالي يصير الفازو ديليتيشن، ما يصيرش تقلص عضلي. هنايا هذا كاين، هذه على سطح الخلايا تاع السموث ماسل كاين هذه قنوات تسمح بدخول وخروج مركبات، كاين بروتين واحد اخر ولا بامب يسميوها بي 2 اكس 1، دوك نشوف الدور تاعها. كاين ثاني هذو القنوات اللي ولا المستقبلات تاع البروستاسايكلين، هذه او تي ا، وكاين مستقبلات اخرين يسميهم او تي بي. هاد الاو تي بي هادو هما المستقبلات تاع الثرومبوكسان اي 2 اللي قلنا يخدم عكس البروستاسايكلين اي 2. دوكا بعد ما شفنا كيفاش يتخدم هذا النيتريك اوكسيد وكيفاش يتخدم البروستاسايكلين اي 2 اللي يديرون الفازو ديليتيشن، دوكا نروحو نشوفو كيفاش يصرى الفازو كونستريكشن كما قلنا عن طريق ثلاث ميكانيزمات. نبداو بالميكانيزم الاول، ولا سنجيبو رسم توضيحي هذا رسم توضيحي الفازو كونستريكشن. هنايا في المكان هذا كي يصرى مثلا جرح ولا يصرى عند تقطع للوعاء الدموي باش الجسم ما يمنع خروج الدم لبرا، لازم يصرى كما قلنا من قبل الفازو كونستريكشن هذا. بصح كيفاش يصرى الفازو كونستريكشن هذا؟ بمجرد تمزق الخلايا هذه تاع الاندوثيليوم هذه تولي ما عادش عندها القدرة انها تصنع البروستاسايكلين اي 2 والنيتريك اوكسيد، وبالتالي التركيز تاعهم في المكان هذا يقل، يهبط التركيز تاعهم هنايا في المكان هذا. وهذه الخلايا هذه اللي تجرح تاع الاندوثيليوم هذه تفرز مواد كيميائية. ودوك نشوفو دوك نبداو بالميكانيزم الاول اللي هو اللوكال مايوجينيك كونتراكشن، هذا هو الطريق الأول تاع التقلص العضلي فازو كونستريكشن اللي يصرى في الأوعية الدموية. قلنا كي يصرى جرح ولا تقطع في الوعاء الدموي، هذا المنطقة هذه كامل يصرى فيها دمار، خلايا الأندوثيليوم، ألياف الكولاجين حتى هي تتقطع، الخلايا بعض الخلايا ولا ما الخلايا اللي السموث ماسل هذه حتى هي يصرى فيها جرح. وهذا التمزق هذا تاع الخلايا يؤدي الى خروج كميه كبيره من الشوارد هذه الموجبه، الكالسيوم، البوتاسيوم، الصوديوم. الهجوم هذا تاع الشوارد الموجبه بكميه كبيره يؤدي الى تثبيط البروتينات هذه اللي ما تخرج الكالسيوم لبرا. صافي هنايا كشولي الغشاء هذا ما يولي ما يفهم فيها والو، هذا الغشاء ملي كان يخرج عفوا الكالسيوم من داخل الخلية الى خارج الخلية يولي يصرالو ارتباك، وهذا الارتباك هذا تولي القنوات هذه كشول باهتة ما تفهم فيها والو. ملي كانت تخرج الكالسيوم من برا تولي واقفة تفرج فيها، تولي يدخل الكالسيوم بكمية كبيرة للخلايا تاع السموث ماسل السليمة، يدخل الخلايا السليمة، والدخول تاع الكالسيوم هذا راك ما بالكم واش يدير، يروح ياكتيفي لنا يشكل كومبلكس مع الكالموديولين، ويكون الكومبلكس هذا كي ياكتيفي البروتين اللي هو مايوزين لايت شين كيناز، والاكتيفاسيون هذيك تاع البروتين ولا انزيم هذاك تؤدي الى تقارب بين خيوط الاكتين والميوزين ويصير الكونتراكشن هذا. صافي هذا الكونتراكشن الاول الميكانيزم الاول ناتج عن خلايا سموث ماسل هذه. صافي الخلايا جيرانهم هما اللي يسبوا لهم الكارثة، الخلايا هذه اللي تمزقت هي اللي تأثر على الخلايا السليمة.
تفرزلها كمية كبيرة من الشوال تؤدي إلى ارتباكها، والارتباك هذاك يستغل الكالسيوم ويدخل، لأنه في العادة ما يقدرش يدخل وحده الكالسيوم، لازم طاقة، لازم ميكانيزم كبير باش يدخل داخل الخلية، لأنه القنوات اللي لأنه في العادة قلنا يخرج داخل خارج الخلية، ما يقعدش لداخل في الخلية. هذا الميكانيزم الأول. وكون تشوفوا هنايا الخلايا هذه السموث ماسل فيها نهايات عصبية، ولا فيها عصبونات مرة بها، هذه العصبونات مرتبطة بالنخاع الشوكي. ركا كي يصير تمزق هنايا، حتى هذه الألياف العصبية هذه حتى هي يصير فيها تمزق. هذا هو اللي يسميوه، ولا الميكانيزم الثاني تاع الفازو كونستريكشن، اللي هو نيرفز ريفلكس. كيفاش يصير هذا النيرفز ريفلكس؟ هذا نروحو نجيبو رسم توضيحي آخر كيما هذا. هذا الميكانيزم الثاني اللي هو نيرفز ريفلكس. كما قلنا، هذه النهايات العصبية هذه فيها واحد الكعابر هكا معمرة بالحويصلات. الحويصلات هذيك فيها شوارد موجبة، كالسيوم فيها، صوديوم فيها، ATP فيها. كي يصرالها تمزق هذا الفيسيكول هذو، تريليزي تسيب البرة كمية كبيرة من الصوديوم، من الكالسيوم، من ATP، يولي يرتفع التركيز تاعها. هو اصلا بكري الكالسيوم مرتفع في الوسط هذا بين داخل خلوي وخارج خلوي. انا خارج خلوي موجود بكمية كبيرة، قلنا حوالي 10,000 مرة، ضعف 10,000 مرة. وهذا الشوارد هذو كي يكونوا بكمية كبيرة يروحوا يؤديوا الى تنشيط واحد البروتين موجود على سطح خلايا الاندوثيليوم، عفوا خلايا السموث ماسل، يسميوه B2X1. هذا البروتين هذا يولي يدخل لنا الكالسيوم، يدخل الكالسيوم لداخل الخلية السموث ماسل هذه. وكي يدخل الكالسيوم كما شفنا من قبل يروح يؤدي الى الفازو، الى هذا الكونتراكشن هذاك. هذا الميكانيزم الثاني. دوكا نروحو نشوفو الميكانيزم الثالث اللي هو لوكال هيومورال فاكتور. هذا اللوكال هذا ولا الميكانيزم الثالث هذا يصرع عن طريق مواد كيميائية تخرج من الخلايا هذه ولا تجي من الدم. أهم هذه المواد كاين جوج مواد رئيسية، اللي هما كاين واحد بروتين يسميه أندوثيلين. البروتين هذا الأندوثيلين هذا واش يدير ولا منين يجي؟ يفرز عن طريق خلايا الأندوثيليوم، يخدم الأندوثيليوم هذه تخدم الخلايا البروتين هذا الأندوثيليوم هذا وتخليه عندها. بصح كي يخرج كي يصير لها تمزق يولي يخرج هذا البروتين هذا الأندوثيليوم هذا، والصفائح الدموية هذه اللي تنشط تفرز لنا ثرومبوكسان اي 2. انا رسمته بنفس الشكل، راكم بعد نشوفوا على واش رسمته في الكشف المثلث. هذه المركبات هذو الكيميائية هذو ولا البروتينات هذو يروحوا ديريكت للخلايا السموث ماسل السليمة، الخلايا العضلية الملساء الموجودة في الوعاء الدموي. كاين واحد المستقبلات، المستقبل الأول اللي هو هذا اسمه OTB، هذا يسمح بارتباط ولا بالتصاق الأندوثيلين زائد ثرومبوكسان اي 2. وهذا الارتباط هذا يؤدي الى تنشيط المستقبل هذا، هذا الريسبتور اللي تنشط هذا. وش يدير الريسبتور النشيط هذا؟ يروح يحول لنا واحد بروتين يسميه بي اي بي، يحولو الى اي بي 3. هذا الاي بي 3 هذا وش يدير؟ يروح ديريكت للقنوات الموجودة في الساركو بلازميك اللي ولا الفجوات اللي مخبين فيها الكالسيوم، ويأثر عليها يخليها تفتح الأبواب باش يخرج الكالسيوم. يقول الكالسيوم يخرج بكمية كبيرة من الساركو بلازميك هذيك. صافي ثرمبوكسان اي 2 اللي جا من الصفائح الدموية اللي يخدم عكس البروستاسايكلين، والاندوثيلين اللي فازاتو خلايا الاندوثيليوم المتمزقة، هذو في زوز يروحوا يكتيفيو لنا مستقبل
موجود على سطح الخلايا، والمستقبل هذا كيحول لنا بروتين يسميه بي اي بي، يحولوه لاي بي 3. وهذا البروتين هذا الاي بي 3 هذا يروح يفتح القنوات تاع الكالسيوم، القنوات تاع الساركوبلازميك اللي موجود فيها الكالسيوم. هذو هما التروا ميكانيزم ولا ثلاث طرق اللي يصرى بهم الفازو كونستريكشن في حالة تمزق للوعاء الدموي. دوكا نروحو نشوفو الفازو ديليتيشن، لأنه يصرى فازو ديليتيشن ثانوي بعد ما يصرى تمزق عضلي ولا تمزق في الوعاء الدموي هنايا وتخرب المنطقة هذه. الجسم تاعنا بعد ما يدير الفازو كونستريكشن يروح يدير فازو ديليتيشن، بصح ما يديروش في البلاصة هذه، يروح يديرو في بلايص خرين. دوك نجيب ورقة برك ونشرحو كيفاش. قلنا مثلا نرسم وعاء دموي هذا، وكاين أوعية أخرى متصلة به، شعيرات أخرى تغذي مناطق أخرى. مثلا كون يصرى الجرح يصرى في المنطقة هذه، تتخرب المنطقة هذه، صافي الفازو كونستريكشن يصرى هنا. هذا هو الفازو كونستريكشن، هذا الميكانيزم الرئيسي باش يمنع ولا يقلل تدفق الدم لهذا المكان، باش ما يخرجش الدم لبرا، لانه كما قلنا من قبل الدم عنده اهمية كبيرة بالنسبة للجسم، باش ما يخسروش يولي يدير الفازو كونستريكشن. وفي نفس الوقت يدير فازو ديليتيشن في أوعية أخرى في بلايص أخرين، يروح الأوعية الدموية هذو يروح يدير لهم فازو ديليتيشن، يولي يكشول يكبرهم، يكبر الأوعية هذو باش الدم اللي كان راح يروح هنايا في الاتجاه يولي يبدل الطريق نتاعو ويتجه يغير المسار نتاعو، وبالتالي نقص الضغط على هذا المكان هذا اللي هنايا. هذا يسميه فازو ديليتيشن. إذن هذا هو الميكانيزم الأول ولا الخطوة الأولى في الهيموستاز اللي هي الفازو كونستريكشن. في الخطوة في الفيديوهات الجاية إن شاء الله راح نشوفوا كيفاش يصرى البليتليت بلاك كيما هذي. بعد ما يصرى الفازو كونستريكشن يجي يدور على الصفائح الدموية وتقفل لنا المكان هذاك تاع التمزق، ومن بعد يجيو واحد العوامل ولا بروتينات اخرى يخدمون لنا فيبرين، خيوط الفيبرين يكشو لي يخدمون لنا السيمة باش يلبسوا بها الطوب هذاك اللي هو الصفائح الدموية. وبعد ما يصير التئام الجرح هذاك ولا التئام الطبقة المتمزقة تاع الوعاء الدموي، هنا يجي الدور تاع الميكانيزم الرابع اللي هو الفايبرين ريز، كيشغل باش نفجروا الجلطة هذه ونتخلصوا منها. هذه هي، هذو هما الفيديوهات الربعة اللي راح نطلقوا فيهم الهيموستاز هذا. كل فيديو عنده ولا كل مرحلة من هذا الربع مراحل عندها ميكانيزمات وآليات وطرق كيفاش حتى تتحقق. نتمنى نكون بسطت الفازو كونستريكشن بطريقة سهلة باش توصل المعلومة إن شاء الله. دعيوا لنا معكم خاوتي ونتلاقاو في فيديوهات أخرى بإذن الله، والسلام عليكم.